انت قتلت طيرك بايدك، كيفك قتلت طيرك بايدك؟ تيجي على واحد بكون عندك مثلا مرض التهاب امعاء، انت بتيجي بتحكي له والله عندي التهاب امعاء، هو ممكن يكون عنده كوكسيدة او يكون عنده في فطريات او الى اخره، وتيجي تاخذ انت الدواء. لو في حال كان موجود فطريات فعليا، طب ما هو المضاد الحيوي عاد مؤاخذ بزيد الفطريات في الداخل، يعني انت ما بتشوفها. فعشان هيك انت لازم يكون تشخيصك صحيح، واذا كان في حالات كثير في نفس الغرفة هذا نصيحة لك انت حر، اذا كان في حالات كثير ضروري تروح تعمل تشريح او تعمل زراعة للبراز لحتى تعرف انت شو المشكلة اللي عندك. اما انك تيجي تاخذ علاج وتقدمه لطيرك هذا اكبر غلط، لانك انت مش عارف شو الحالة. في حالات كثير ما بتبين، في تسمم، في اكسدة، في كثير امور داخلية انت ما بتشوفها، حتى الفطريات مرات ما بتشوفها الا اذا استفحلت تطلع العروق بتبين. فعشان هيك مش كل شيء انه والله خلص التهاب التهاب،